توقيت او في جو صعب جدا، يمكن درجه حراره وصلت 43 ولا 44، درجه حراره عاليه جدا. لكن اللعيبه الحمد لله برضه يمكن من البدايه كانوا مركزين ان هم ينهوها بدري، الحمد لله طبعا زي ما قلت الجو كان صعب، لكن الحمد لله طبعا ممكن مباراه قبل توقف وقبل راحه هتمتد لاسبوعين او 14 يوم بالتحديد يعني، فبعد كده هتبقى مباراه الزمالك. فكان مهم ان احنا نختم المرحله دي بشكل كويس. عبد اكثر من لاعب التهديف، يمكن الكابتن حسين الشحات استمر في التهديف، ما قدرش دخل في الاجواء، ماذا ايجابيه الكلام ده كده؟ هو كل اللي بيبقى عندك حلول سواء كان على مستوى الجامعي او الفرد ده كويس جدا. فاي احصائيه في الدنيا كلها هتلاقي الجزء الامامي او الاربعه اللي في الخط الامامي او الثلث الامامي يعني هم اصحاب النصيب الاكبر من التهديف لاي فرقه كبيره يعني. بص على اي فرقه في العالم متصدره او هي اللي موجوده في المقدمه دايما، هتلاقي الاربعه اللي قدام عندهم الفعاليه الاكبر والفعاليه الايجابيه في احراز الاهداف يعني. تمام. مساله الروتيشن يا كابتن الناس كلها بتشيد بيها، في ناس ثانيه برضو ممكن شويه عشان بعض اللعيبه بتبقى بعيده، دي مساله فنيه يعني، ما بحبش اخوض فيها. الراجل المتروك لرينيه في كل حاجه يعني، هو المسؤول عنها الاول والاخير. طب عايزين نطمن الكابتن على اصابه عمرو السوليه، كان خرج في الاخر. عمرو واخد يعني خبطه جامده قوي، اعتقد انها كان فاول باين جدا وانذار كمان، لكن في النهايه نتمنى انها ما تكونش كبيره يعني. كان التشخيص المبدئي يعني كدمه في الانكل كده، ممكن تاخد لها اقل من اسبوع ان شاء الله في بس، وخصوصا مع لعيبه المنتخب اللي رايحه، لعيبه المنتخب حتى الدوليه من اللعيبه الاجانب اللي معانا. كلمه كابتن للنادي الاهلي انضموا للمنتخب اخر حاجه، مبروك طبعا. يمكن تستحقها، كنت يعني كنت متوقع ان يبقى العدد اكتر من كده، لكن هي دي الكوره يعني. الحمد لله طبعا على كل شيء، الشيء بالشيء يذكر يعني. طالما انت ذكرت الموضوع يعني، اتمنى ان يبقى الفتره اللي جايه مش عايز اقول المنافسه تزداد ولا تسخن يعني، لكن في النهايه يعني الاسبوع الاول زي الاسبوع الاخير على فكره. الناس بتقعد تقول لك يعني احنا لسه في بدايه الموسم، ما هي النقاط اللي بتفتقدها دلوقتي بتبقى ذات حساسيه في الاخر صحيح، لكن في النهايه هي يعني نقطتين مش هيبقوا في اخر